جهاد عصام طبعا بنرحب بيكي، والنهارده ملكات جمال والواء جامده جدا، فرايك في ملكه جمال العرب والحفله؟ والله هو انا لسه واصله دلوقتي، بس الموضوع شكله حلو جدا والتنظيم شكله لطيف، والمسابقه كمان من المسابقات المهمه اللي بتتعمل واللي انا بحبها، يعني مش اول سنه احضر، حضرت قبل كده. ودكتوره حنان نصر حد يعني حد موثوق فيه وبيعمل طول الوقت حاجات كويسه. عايزين نتكلم بقى عن شغلك السنه اللي فاتت، بما ان خلاص السنه خلصت، اكتر حاجه كانت مميزه ليك السنه دي؟ كان مسلسل المداح في رمضان، مداح الجزء الثاني، كنت صفوة. فكرنا بدورك بقى في المداح. كنت عامله صفوة، صفوة مرات عادل اللي هي كانت عايشه في مرت عالم اللي قعدت تعرف. وكان مسلسل مكتوب عليا، ومسلسل النزوة مع خالد النبوي على شاهد، دي كانت اخر حاجه. مسلسل النزوة من اكتر الاعمال اللي الناس مش فاهمه خالد النبوي عملها ازاي، وبينتقد بشكل رهيب، شايفه الانتقاد ده منطقي ولا لا؟ انا شايفه انه في الاول وفي الاخر خالد النبوي طبعا نجم كبير وحد مهم وممثل عظيم، ما حدش يقدر يختلف على دوت. المسلسل كان حلو، بس جايز الانتقادات بسبب انه بعض الناس ما فهمتش قوي الفكره بتاعه المسلسل، او تسلسل الاحداث ما كانش بشكل مظبوط. بس في النهايه المسلسل الصوره هايله، مع مخرج مهم استاذ امير رمسيس، مع نجم كبير، المسلسل حلو، بس جايز يكون بعض الناس بس ما فهمتش الفكره. المداح فاكرني في الناس ولا لا؟ الحمد لله. المداح كمان شايفه ان هو اكتر عمل وعلم مع الناس بالنسبه ليكي السنه اللي فاتت كمان؟ المداح طبعا طبعا من اهم، من اكتر الحاجات اللي نورت معايا، واللي ردود افعالها خضتني. يعني انا الدور ما كانش كبير، بس عايزه اقول لك انا من عرض اول حلقه الناس كلها كانت بتكلمني بتقول لي ايه ده، ايه الجمال ده، فكنت مبسوطه. وحماده هلال نجم كبير وحد جميل جدا، وانا بحبه جدا جدا بشكل شخصي بقى بعيدا عن المداح. المداح ثلاثة بيجهز، هل برضه ممكن نشوفك فيه ولا هيبقى صعب؟ وللاسف انا حكايتي خلصت في الجزء الثاني، فان شاء الله السنه دي هتشوفوني في مسلسل حضره العمده مع استاذ عادل اديب، دور لطيف وحاجه جديده. معاكي روبي بقى وبتاع عمرو عبد الجليل. طب يعني عمرو عبد الجليل استاذ بسمه ودينا، مش عارفه بقيه الكاست، انا لما مضيت كانوا هم دول اللي موجودين ده لحد ما انا عرفت. طيب نتكلم عن دورك بقى في العمده، حضره العمده، عشان في العمده وحضره العمده، انتوا ملخبطانا يا جماعه، لخبطينكم معلش. لا هو الموضوع طبعا مختلف تماما، لان العمده مش حاجه، يعني ده سيكونس معين كده لوحده، حضره العمده حاجه مختلفه. ان شاء الله مش هتكون شبه حاجه، مش هقدر اتكلم عن الاحداث، مش هحرق حاجه، بس كفايه ان انا قلت لكم ان انا موجوده فيه. كبيره طيب ولا طيبه ولا ايه؟ عامله مرات استاذ عمرو عبد الجليل في الورق يعني، وكاركتر جديده ومختلفه، ويا رب ربنا يكرمني واطلع بشكل كويس وتتبسطوا. طيب عمرو عبد الجليل من الشخصيات اللي عايشه على القلش، بس صورتي حاجه معاه ولا لسه؟ احنا لسه، انا لسه ما بداتش شغلي، هم لسه بادئين تصويره اعتقد من ايام، انا لسه ما بداتش شغلي فيه، بس نجم كبير. جايزه نفسك يعني كميه الكوميديا والقلش بتاعته؟ طبعا 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 طبعا، بس هو مش قلش، هو حد دمه خفيف ما شاء الله. انا الكوميديا قبل ربنا صارف له كوميديا مش طبيعيه، وانا مبسوطه ان انا اشتغل معاه. وبالمناسبه انا اشتغلت معاه قبل كده، اشتغلت معاه في مسلسل مكتوب عليا، ما كانش اول مره. حلو جدا. مكتوب عليا طب مع اكرم حسني كمان يعني جامد قوي، فرايك في الشغل مع اكرم كمان ايه؟ لذيذ وقمر وهيلفول جدا، وطول الوقت بيسبورت كل الناس اللي حواليه، بيحب كل الناس، يعني طول الوقت في حب خارج من البني ادم ده، فلا انا بحبه جدا جدا جدا. عايزين نعرف منك بقى رامز جلال اخباره ايه معاكي، وبتحبي تتفرجي عليه ولا شايفه ان هو ناس بتشوف انه قله قيمه للفنانين، وناس بتقول لا ده جميل جدا ويكمل، فانت مع مين؟ مع احترامي للناس كلها، وكل حد طبعا يقول اللي حبه، بس انا ببقى باكل في رمضان. يعني بقعد اكل مصايمه وجعانه، فبقعد اكل ما اتفرجش. لا لا لا. كل سنه طيبه، وتقولي ايه بقى للناس السنه الجديده؟ اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله تشوفوني السنه دي وتتبسطوا، وقدم حاجه كويسه وحاجه مختلفه وتقولوا عجبكم. ثانك يو ثانك يو ليالينا، انا بحبكم جدا بالمناسبه.